نشرة خاصة من الشروق الإخبارية، أهلا بكم. أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب العيز خلال زيارته الطارئة إلى ولاية ورقلة اليوم بإخلاء سبيل كل الموقوفين في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة توغورت والتي خلفت قتيلين وعدة جرحى، كما أمر بالعيز بتوقيف رئيس دائرة توغورت ورئيس أمن الدائرة من مهامهما، كما طلب أيضا بضرورة تحديد المسؤولين عن تدهور الأوضاع بالدائرة قصد اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة. المشاكل داخل الأسرة أو المجتمع، والمجتمع ما هو إلى مجموعات من الأسر. هناك مشاكل بالطبيعة بالضرورة مشاكل، لكن المشاكل العاقل أو الحكيم هو الذي يحلها بالحوار وبقنوات الحوار، والمشاكل تزيد تعقيدا عندما نقوم بحلها بالعنف، والعنف لا يولد إلى العنف. ومن جهة أخرى، طلب وزير الداخلية الذي كان برفقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل الشروع في توزيع قطع الأراضي الفلاحية التي كانت سببا في اندلاع المواجهات بين السكان وقوات الأمن بدءا من الغد، وكذا تخصيص 50% من مناصب الشغل لأبناء المنطقة والإسراع في تشكيل لجنة مشتركة تقودها إطارات من وزارة الموارد المائية لمعالجة مشكل المياه. الطيب بالعيز الذي قدم التعازي لعائلات الضحايا أمر بفتح تحقيق أمني وقضائي حول الأحداث في الوقت الذي قدم فيه الطبيب الشرعي بمستشفى سليمان عميرات بتوغورت تقريره النهائي حول تشريح الجثتين. هذا وكانت مديرية الصحة بولاية ورقلة قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 29 آخرين في احتجاجات في حي ذراع البارود ببلدية النزلة بدائرة توغورت جنوب العاصمة أو عاصمة الولاية في حصيلة أولية. وأكدت مديرية الصحة بولاية ورقلة تسجيل حالتي وفاة وسط المحتجين هما تومي مفتاح البالغ 24 عاما ونور الدين مالكي البالغ 20 عاما، إضافة إلى جريحين حالتهما حرجة من بين 29 مصابا منهم 9 من أفراد الشرطة خلال مناوشات بين محتجين وعناصر من الشرطة مطالبين بإطلاق سراح عدد من المحتجين. طبعا ولتفاصيل أكثر نربط الاتصال الآن بمراسلنا في ولاية ورقلة حكيم عزي. بداية حكيم، أهلا بك، ما هي آخر المستجدات عندك؟ مساء الخير. آخر المستجدات، الوضع مستتب إلى حد ما مع ترقب حذر قبيل تشييع جنازة القتيلين، ومن المرجح أن تكون بعد صلاة عصر اليوم بعد إجراء التشريع من طرف الطبيب الشرعي ورفع تقريره كما سبق وأن ذكرت لسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة توغورت لمباشرة التحقيق. فقط معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية تحدث رفقة الأمين المدير العام للأمن الوطني بشيء من الصراحة كان واضحا عندما قال أن هناك تعقيدات، وهذه التعقيدات لا يجب أن تحل بالعنف، والعنف لا يسبب إلا العنف. وتحدث كذلك عن أن المجتمع هو عبارة عن أسر، كان يريد أن يقول بعبارة أخرى أن السلطات المحلية أو ما فهم من كلامه المبطن على أن هؤلاء السلطات المحلية على رأسها الدائرة والبلدية والولاية لم تكن هنالك نقاشات مفتوحة مع الشباب ومع ممثلية الجمعيات من أجل احتواء الوضع قبل وقوع الفأس. تتعرف كثيرا أن الوضع في ورقلة معقد جدا منذ حوالي سنتين، والسلطات كلها تعمل على طريقة رقصة الديك المذبوح كلما تعقد الوضع. يبدو أن الأمور اليوم نحو التهدئة، حتى الأعيان اليوم يبذلون جهود حثيثة من أجل عودة المياه. نعم حكيم، دعني فقط انتظار ما ستسفر عنه نتائج لاحقة. نعم حكيم، دعني فقط نعود إلى التعليمات. ماذا عن التعليمات التي جاء بها وزير الداخلية السيد بالعيز بخصوص الوضع؟ وزير الداخلية والجماعات المحلية بعد أن حاول أن يعيد الأمور إلى نصابها قام بتوقيف كل من رئيس دائرة توغورت الكبرى بحكم أنه هو المسؤول على توزيع الأراضي التي بقيت مجمدة منذ شهور رغم وعوده بذلك، إضافة إلى تحميل كل المسؤولين على مستوى ولاية ورقلة ما حصل. يعني أراد أن يقول أن أنتم السبب في تعقيدات التي وقعت لهؤلاء الشباب والتي أدت إلى هذه الظروف الغير
نعم. غير غير الواضحه او المعقده او المتشابكه منذ شهور. يعني يبدو لي ان وزير الداخليه حاول في كل مره انه يستعطف العائلات من جهه ويحمل المسؤوليه للجهات المختصه بهذه الملفات. يبدو لي ان كل القرارات الان تصب نحو تهدئه الاوضاع. امر وزير الداخليه بتوزيع القطع الارضيه بدءا من غد الاحد، وأمر كذلك بتخصيص حصة 50% من السكنات للشباب، ثم أمر والي ولاية ورقلة بمنح سكنين لعائلة الضحيتين ومبلغ مالي قدره 60,000 دينار جزائري، إضافة إلى محاولة جمع الشتات من جديد. نعم حكيم، أيضا هنالك أخبار وردتنا عن مسيرة تتجه الآن نحو مركز الشرطة، هل من تفاصيل حول هذه المسيرة؟ وزير الداخلية كان واضحا عندما أعطى أوامرا بضرورة إطلاق السراح هؤلاء، إلا أن الأمور لازادت خوفا من وقوع انزلاقات لا قدر الله لاحقا. فلما لم يطلق هؤلاء الموقوفون، مجموعة من الشباب حوالي 600 شابا جابوا شوارع تقرت تنديد رافعين شعارات تندد بما حصل، وانتقلوا إلى محيط مقر الأمن الحضري الأول من أجل وتعالت أصواتهم من أجل الضغط على الشرطة لإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين. يبدو لي أنه لم يتم إطلاقهم لحد الساعة، ولكن حسب بعض المصادر المؤكدة أنه سوف يفرج عنهم لاحقا. نعم حكيم عزي مراسل الشروق الإخبارية من ورقلة كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ودعونا الآن مشاهدينا نعيد ونستذكر بما جاء في تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بالعيز خلال زيارته الطارئة إلى ولاية ورقلة. داخل الأسرة أو المجتمع، والمجتمع ما هو إلى مجموعات من الأسر. هناك مشاكل بالطبيعة بالضرورة مشاكل، لكن المشاكل العاقل أو الحكيم هو الذي يحلها بالحوار وبقنوات الحوار، والمشاكل تزيد تعقيدا عندما نقوم بحلها بالعنف، والعنف لا يولد إلى العنف. ولمزيد من التفاصيل أكثر وأكثر ينضم إلي الآن مفد الشروق الإخبارية إلى تجورت حكيم عماري. حكيم أهلا بك، ما هي آخر التطورات والمستجدات بخصوص ما يحدث في تجورت؟ مساء الخير رضا. معالي الوزير غادر مدينة تجورت رفقة الطاقم المرافق له، وترك للضحيتين مبلغا ماليا بقيمة 60 مليون سنتيم لكل واحد حسب ما علمته من مصدر موثوق، إضافة إلى سكن لكل واحد. وما علمته أيضا أن عيان أولاد نايل المقيمين في درع البارود شكلوا خلية لمتابعة مدى تطبيق تعهدات الوزير، وأيضا قالوا بأننا لنا الثقة في دولتنا وسننهي حالة الاحتقان بشكل نهائي. وتبدو الأمور الآن طبيعية. قبل قليل كنت في المستشفى، المواطنون يزورون المرضى المصابين وتبدو حالتهم يعني ليست حرجة جدا، موضوعين تحت المراقبة الطبية وبعضهم في المصالح الاستشفائية داخل المستشفى. نعم موفد الشروق الإخبارية حكيم عمري في تجورت كنت معي، شكرا جزيلا لك، وسنعود ربما الاتصال معك في موعدنا الإخبارية اللاحقة. نهاية مشاهدينا النشرات الخاصة، السلام عليكم.